فهدي انت وجهك مثلث كانك دوريتوس. انا ليه اجي هنا؟ ليه اجي هنا انا؟ الو الو، مطفي النور ولا ايش؟ ترى ما اعرف. نشوه احبتي في الله، كيف حالكم اخواني؟ ابغى اماكنكم سريع. الكتريك. طيب فور ايزي وينك؟ من الويبنز لين الادمن لين الالكتريك. نكسيمو. لحظه مو دي وين مكانك؟ طيب بعدين هذا في واحد طفي ابو شاحي كان معاه. انا طيب دقيقه، مو دي وين مكانك؟ خلني اتكلم. وين مكانك ابو شايع؟ والله اعلم انه كان بيضغط الزر ومات. بالضبط بالادمن عند الزر. وين بالادمن؟ دقيقه بالادمن، مو الادمن شو اسمه الكافيتيريا، غرفه الاجتماعات صح؟ يب عند الزر، احس انه بيضغط الزر ومات. اخ يا عيال دقيقه يعني وش انا اذبح صح وبصوت بنص الكافيتيريا؟ رايد انت لما مريت وقبل التصويت بشوي مريت من عند المدبي من فوق، من وين كنتوا جايين؟ انا من مي نكسيم زين، على طول رحت الكامات بعدين طلعت من الكامات رحت فوق لقيت مين مرني؟ ريدكس. ما كنت في الكامات. ما ابي اتكلم، ابي اتكلم مي نكسيم تكلم يا اخوان. عندي 60 ثانيه صح؟ اسمعوني يا اخوان. تفضل. كنت بالكامات، كان في رايد تمام، طلعت من الكامات مسكت الزاويه اللي شفت بنت الالكتريك. حلو طفت اللمبات رجعت تمام، فتحت الكامات اشوف رايد وراه فينوم تمام. يا سلام عليك. طلعت من السكيورتي على فوق لقيت جثة رميس قدامي، يعني واحد من الاثنين امبوستر يا هم الاثنين امبوستر. لا لا مو انا، تكفى والله يا ابو نفار انك تفهم يعني وش عيال. انا قاتل. الو والله كنت خايف. انا اللي باخذ حقك باذن الله. انا اوريك يا ابو نظارة نيزار، انا اوريك سوف اقتلك قتلة. بطفي النور نكسيم معلش. سمع يا ويلي يا ويلي يا ويلي. من اللي كان موجودين قبل لا ندخل حنا في الاوتو؟ اوتو ما ادري، انا كنت بالكافيتيريا. شو اسمه اللي حدنا فيها؟ الرياكتر. انا صعدت فوق تميت ماسك البصمه. ما تريح اي شيء واضح لي. ما في اي شيء. اي من اللي صلح تحت؟ ما ادري. سعد انا مسكت اللوكي اللي كان ومودي انا اضمنه باقي. طيب. نكسر. انا ماسك البصمه اللي فوق يا ابو هزاع عشان البصمه. انا ما ارتحت للبصمه، كلمه البصمه دي ما ارتحت. البصمه ترى هي بصمه ترى. على كلام نكتمز اللي قبل شوي والان فينوم موجود في نفس المكان. انا بطل بصوت عليه لانه ما في عدد، ما نبي نطيح نفس الخطا اللي قبل شوي مرتين بنفس المكان. ايش اللي مرتين بنفس يا الله دقيقه. لو اني سويت سكيب. يلا برا بس يلا الله يحفظك. فكك معلوم وش ما ادري انا، ماني مركز معك ابو نظاره. انا بس اهم شيء اني اذبح ابو نظاره وخلاص. انا بعد انا مرتاح والله جدا. لو انك بخليني اطلع واحد ما له دخل. هذا هو جا ابو نظاره. تعال وين بتروح مني؟ وين بتهرب؟ تعال وينك؟ تعال متغيب هنا. اوه يلا روح بس يلا يا شباب في يما انا اعتقد واحد يا جماعه واللي بيكذبه اقسم بمن احل القسم ان انه ما بيحلف.
دنتكس انحشرت انا ورايد ثلاث مرات اوكي نعم بس ابو خالد ايوه من اللي دخل اول واحد الالكتريك ما ادري فيها الفتحه انا شفتها قبل لا يدخل مودي في واحد دخل وارجع انا ويدخل مودي وننحشر انا اول شيء احسب انه مودي انا اشوف يا اخوان معلو وجهه كبير كنا بطن خلونا نطلع والله وجهه كذا انسى يا ربي يا ربي يا ربي ايش سويت اكبر يا الله يا الله تكبر يا الله ابي ابو خالد ابو خالد لازم يكون معي تمام تمام ابي واحد يدخل قفل امه على طول يبغي ابو خالد يزرهم زرهم تكفى ابو خالد جيبهم خايف باقي مهم سعد ايش فيك شكر تبك سعد لا 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 بس بس ترتيب موضوع بس ترى تقفل علي الباب انا وريدكس لا يا راي يتقفل الباب يبيني ادخل عند البنت يطق علي بس اني راح اصك بالباب شفت العيال الله اكبر رايد صار بالمرات دي انه ينتظر يسوي زا انا يا الله اني امشي طيب 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 باقي تاسك واحد لا ما احنا مطلعين احد باقي تاسك واحد بس لا 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 بارد وجه والله انا احسدكم يا الاشباح اللي قاعدين تستمتعون فيها قاعدين نضحك على الامبوستر اقسم بجلال الله ابيكم تضحكون انتم بعد شوفوا الامبوستر الله يلعن ام الغبنه الله يلعن ام القهر باقي مهمة خلص اعطيك نصيحة طف الكهرب قطع الواحد حطها بالثاني يا عيال الوقت الوقت وقت اصبح طيب الان نقفط بنبدا نقفطهم واحد واحد قولوا رايد ما سنعنا ولا ضبطنا والله الفكره كانت يعني اني اقفط الشباب لكن ايوه ابو دق النازل مره ذبحني لا لا خلونا ناكل حلاوه يا عيال انا معي الشايب معي شوي بوزع بيموت بنص الجيم بيخليني يا ربي ايش اسوي الحين النور طافي صح يا ربي السلام عليكم ما شاء الله وعليكم السلام يا اخوان احنا اغلبنا كنا على جمهور المبين انا بس بقول شيء واحد هو يعطيك دليل مباشر خلاص هذا اتهام مباشر انا اتهم ردك اتهام مباشر بقولكم ليش ليه هو طالع من السرج انا داخل السرج قفل الباب على طول كان يبي يقفل الباب ما يبي يخليني ادخل ما يبي يخليني شن ما اتوقع يا صادق 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 انا اشهد معاك يلا 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 ليش تشوف ترى هذا اللي صار يلا يا عيال كلكم تصدمون والله مو بلعب بالناس نذبح مين اخوان تصويتكم نذبح مين يا رجال لينا نا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام طب يعال 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 من اللي كان عند الداونلود معانا انا 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 وانت والبنفسجي ابو شايع ومين بعد انا سويت الداونلود وخلصت ومشيت من زمان هذا مشيت لا دقيقة من اللي تكلم قال ليش تضغط طيب ما حد مات دقيقة في احد مات الله يسعد انا خلصت وتحركت يا سعد انا خلصت وتحركت عندك الالكتريك 2000 years later بيصوت علي برضه نكسيمز مو مريح يا ويلي يا مشايب يا راجلي يا مشايب يا راجلي ابو جاي يا ويلك ابو جاي لازم يوثق فيني يا اخوان لازم يوثق فيني لكن لو بقفل ذي مصيبه
يا سلام يا عيال يا عيال تكفون على البرتقالي قاعد يلحقني يلحقني ويدور يلحقني ويدور دقيقه 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 قبل يا اخوان يا عيال دقيقه دقيقه وقف عند هذا اللي تعبي اللي في ال شو اسمه وين الستورج اي البنزين اللي في الستورج وقف ثواني وتحرك على طول حلو انا قلت بلحق بلحق ام البنزين ابو شاي ترى قبل شوي قلت رايد بمشي معاك وادورك ما لقيتك لا يكون داخل حفره ولا شيء تحت بحفره وانت والله توهتني والله معليش انا قلت يمكن طاح بحفره ما يدري طاح بحفره ما يدري الحين تكلمت رومت صح يا ويلي يا ويلي يا عيال هاي الو هردري سيري ماري سيريري هردري ابو شاي وينك انا مدبرك هنا ابو شاي صلح يا عيال صلح يس